السلام عليكم ورحمة الله. نواصل إن شاء الله المحاضرة الثانية للميديكال جينيتكس ليكتشر. المحاضرة تتحدث بشكل عام عن السيتوجينيتك ستدي أوف ذا كروموسوم، وكأنه إحنا بنحتاج لدراسة الكروموسوم. في السابق طبعا تحدثنا على سنجل جين ديس أوردر في موضوع الأوتوسومال وال سكس لينكت جينز. هنا عايزين نتحدث عن الكروموسوم. اذا معناته انه في هناك كلينيكال سيتوجينيتكس، يعني هيحصل انه في هناك اشكاليه في الكروموسومز او اشكاليه في الكروموسومز كاستادي، تمام. وهذه الاشكاليه هتعمل ريفليكشن، انعكاس للكلينيكال بيكتشر، تمام. وهذا الكلام ممكن يحصل ويأثر على الكلينيكال بيكتشر، او بالمعنى الاصح هيحتاج الى انفستيجيشن من خلال الميديكال جينيتكس. يعني هناك في مردود على الميديكال جينيتكس من خلال دراسة اللي هو السيتوجينيتكس او دراسة الكروموسومز. طبعا هذا الكلام كان لازم يحصل من خلال ملاحظات، مثلا زي ما احنا شايفين عندنا هنا في The prevalence of cytogenetic disorder، وجدوا ان تقريبا في عنا اشكالية مستوى الكروموسوم 1% في الـ all life pairs المواليد، عنا تقريبا 2% of the pregnancy in women older than، يعني مثلا بيحصل عنا ستات في عندهم مشاكل في البريجنانسي بعد السن 35. وجدوا انه هذه المشاكل سببها عندنا السيتوجينيتك ديس اوردر او الكروموسومال ابنورماليتي. وجدوا كذلك تقريبا هاف اوف اول سبونتينوس فيرست ترايمستر ابورشن، يعني تقريبا نصف السيدات اللي بصير عندهم ابورشن في الفيرست ترايمستر سببه كروموسومال ابنورماليتي. جنرالي الانديكيشن بتاعت الكروموسومال اناليسيس بيعطيني انديكيشن ممكن يكون عندي مشاكل في الجروث، growth problem، growth development. عندي ممكن يكون still birth and neonatal death، في أنا بيحصل هناك death للبيبي، ممكن يكون death في مرحلة gestation period أو بعد الولادة مباشرة. ممكن يحصل عندي مشاكل cytogenetics تؤدي إلى fertility problem، family history problem تحتاج إلى دراسة و investigation، neoplasia ممكن بعض الأحيان cytogenetic abnormality أدي إنه يصير في عندي neoplasia، الخلية تصير as a new cell. كمان هناك clinical indication في موضوع البريجنانسي، يعني يكون هناك عند البريجنانسي في عند الستات في ال advanced age في الايج لأكثر من 35. اذا هذه عبارة عن indication او problems مردودها، في هناك نسبة من هذا المردود لمشاكل على مستوى الكروموسومال. وجنرالي طبعا الكروموسومال ابنورماليتي ممكن تكون هناك اشكالية على مستوى نمبرين او اشكالية على مستوى ستراكشر. ففي عندنا هنا مصطلح اسمه النيوبلويدي. النيوبلويدي هنا بنتحدث فيها على اختلاف a term used to describe the loss or gain of a specific chromosome، يعني ممكن يحصل عندي كروموسوم ويلوس number of chromosomes instead of 46 مثلا يصيروا 45 47 بشكل او باخر. هذا ممكن نسميه احنا نيو بلويدي، يعني ما فيش عندي هناك الكمبليت ست بتاعت الكروموسوم زي ما احنا عارفينها. في طبعا هذا الامر ممكن يحصل من شغلتين اساسيات في هذا الموضوع. ممكن يصير عندنا مشكلة في موضوع الميوسس، يعني في بيحصل السبيرم او الاوفر بتعمل عملية الميوسس، تمام. ممكن يكون عندنا هذا الامر موجود انه في ميوسس نمبر 1 ممكن يحصل عندنا نون ديسجنكشن، يعني ما فيش هناك سيبريشن ويل للكروموسوم تو جو تو ايتش اوفر اور ايتش سبيرم. هذا الشغلة. الشغلة الثانية انه ممكن يحصل عندنا في خلال كمان الميتوتيك، يعني في خلال الميتوتيك ديفيجن والخليه بتنقسم بعد ما يصير عندي زايجوت، تمام. هذا ممكن يؤدي انه يصير في عندي نوع من الديفيجن بالخلايا، خلايا تاخذ نمبر اوف كروموسوم ديفرنت فروم ذا اذر سيلز، وهذا ممكن يحصل.
إذن هذا أمر ممكن يصير لنا نيو بلوريدي في هذا الموضوع. وطبعا في الحقيقة سواء كان أنا معني بإني أعمل فولو أب لبيبيز، إنه أعمل عملية تشيك أب أو بري نيتال دايجنوسيز على الكروموسومز المتعارف ممكن يحصل لهم مشاكل، بالأخص اللي هي أكرو كروموسومز زي كروموسوم 13 18 21 مثلا، أو ممكن عند الإكس والواي كروموسومز. هذا الكلام يحتاج إلى انفستيجيشن. كمان قبل نتحدث عن موضوع الاستراكشر، في موضوع النمبرينج في عندنا مصطلح آخر نقول عنه بوليبلويدي. بوليبلويدي يعني هو عبارة عن more than one complete set of the chromosome. يعني ممكن نقول أنا في عندي صار بدل ما هو عندي 46 ممكن تلاقي حد عندي كمان حط 23، يعني 69 يكون عندي تراي بلويدي، عندي تترا بلويدي أو هيكسا بلويدي أو ما شابه ذلك. هذا الأمر ممكن يحصل عندنا، وهذا الأمر طبعا بيحصل من خلال برضو مايتوتيك فيلير. في عندنا مشكلة في المايتوتيك فيلير أو المايوتيك، ممكن يحصل عندنا مشكلية، أو ممكن يكون عندي مشاكل على مستوى البلو بلويدي أكثر في موضوع الفيرتلايزيشن أوف أوفا باي مور ذان وان سبيرم. ممكن يحصل عندنا يكون عندي مور ذان وان سيت، إنه يكون هناك عندنا وان سبيرم أو تو مور ذان وان سبيرم عمل فيرتلايزيشن للأوفا، فمعناته زاد النمبر اللي هي السيتس بتاعت الكروموسوم نمبر. النقطة الأخرى في موضوع الابنورمالتي على مستوى الكروموسوم، في عندنا ستراكشرال بروبلم، في عندنا ستراكشرال بروبلم، وهذه الستراكشرال بروبلم ممكن يحصل عندي إشكاليات من راديشن، من فيروس بروبلم، كيميكال بروبلم. اوكي، ممكن يعمل لي عملية لوس اور جين، يعني صار في عندي لوس لسيجمنت اوف كروموسوم، لوس اوف ذا كروموسوم، شورتج في الكروموسوم، الونجيشن في الكروموسوم، تشينج في الاستراكشر زي ما هنشوف ليتر اون. وهذا الكلام ممكن يكون عبارة عن امبالانس التريشن، يعني ان جنرال الاستراكشر نورماليتي ممكن يكون امبالانس وممكن يكون بالانس. يعني ايش امبالانس التريشن؟ امبالانس انه هذا ادى انه يعطيني كلينيكال سيجنيفيكانس، في صار عندنا ميديكال كلينيكال سيجنيفيكانس، او ممكن كمان يحصل انه هذا ما ياثرش ويكون عباره عن بالانس، يعني صار عندنا انتقال سيجمنت اوف كروموسوم لكروموسوم اخر، ممكن ما كانتش سيجنيفيكانس هذا الانتقال وما ياثرش على الفانكشن بتاع الكروموسوم. اذا هذه الشغلتين ممكن يكونوا موجودين في هذا الاستراكشر. اذا لما نيجي نتحدث على موضوع بالانس، نتحدث عن انه في عندنا بقدر اقول نو جين نو لوس، نو جين نو لوس، تمام في هذا الامر. طبعا هل في هناك اكسبشن انه ممكن يحصل عندي ترانسلوكيشن روبرتسونيان ريسيبروكال، ممكن يحصل عندي انفيرجن؟ هذه انواع من انواع الترانسلوكيشن، التغيرات اللي ممكن تحصل عندنا في الكروموسوم. هي بالانس بمعنى انه ما فيش عندي لوس او عندي انا جين من هذا الكروموسوم، يعني ما اثرش على الكلينيكال بيكتشر. لكن هل ممكن يكون عندي واحد من هذول ياثر؟ اه ممكن ياثر ويؤدي انه يكون عندي بروبلم على مستوى الخليه من ناحيه نيوبلازم او من ناحيه ديفورمابيليتي او ابنورماليتي على مستوى الجروت اند سو اون، ممكن. لكن جنرالي ممكن يكون بالانس ما يكونش عندي مشكله، او يكون ان بالانس انه يحصل عندي جين اور لوس بالنسبة للكروموسومز ان جنرال. ممكن صار ديليشن، صار عندي دبليكيشن، صار عندي وجود ايزو كروموسوم زي ما هنشوف تعريف ليتر اون. السيتوجينيتيك كريبتيك ترانسلوكيشن هذا عبارة عن مصطلح بس من باب المعرفة. هذا المصطلح له علاقة بالاكس تشينج اور فيري سمول سيجمنت، عبارة عن involve exchange of very small segment of or those which are cytogenetically
So similar that they are not identified by G banding. يعني ممكن يحصل عندنا very small segment مش قادرين احنا نلاحظها في الكروموسوم لو عملنا له صبغة عشان نحدد وين هذا المكان. Very large موجودة عندنا، تمام؟ وهذا الأمر ممكن تكون في النهايات، يعني مثلا في الكروموسومز تكون في منطقة التوليمار and صار في عندنا نوع من الترانسلوكيشن بتوين الكروموسومز في التوليمار، وأكيد هذا ما مش هيأثر عندنا على الكروموسومز. وهذا الكلام احنا ممكن نعرفه من خلال سيرتين بروب. ممكن لو استخدمنا سيرتين بروب اوف دي ان اي وعملنا له هايبريدايزيشن ممكن نعمل نشوف هل موجود او مش موجود. اوكي، ان جنرال الكلاسيفيكيشن اوف ذا كروموسومز او الكلام احنا ممكن عارفينه طبعا من ناحيه البوزيشن بتاعت الكروموسومز. طبعا نعرف احنا الكروموسومز في عفوا البوزيشن بتاعت السنترومير في الكروموسومز، يعني في عندنا ميتاسنتريك بمعنى انه الكروموسوم السنتروميل ابروكسيميتلي ان ذا ميدل، عندنا سب ميتاسنتريك كروموسوم ممكن يكون a little bit more upper than the middle، acrocentric mostly at the edges اللي هو عبارة عن السنترومير at the edges of the chromosome، ممكن يكون عبارة عن telomeric chromosome اللي في منطقة التوليمر السنترومير عامل joints و attachment بشكل أو بآخر. هذا الأمر ممكن يكون عندنا من خلال أشكال للكروموسومز موزعة في الجروبين بتاعت الكروموسومز، زي ما احنا عارفين انه في هناك كروموسومز ممكن تكون ميتاسنتريك سب ميتاسنتريك او عندي اكروسنتريك كروموسومز. من ضمن البالانسد ريرينجمنت احنا قلنا مش على اطلاق انه ممكن يكون بالانسد، لكن ممكن يكون في انواع من هذه الانواع زي الريسيبروكال ترانسلوكيشن يكون امبالانس، لكن ان جنرال وي كان توك از ابالانس. ريسيبروكال ترانسلوكيشن از ريسيبروكال وين جينيتيك ماتيريال از اكسشينج بتوين تو نون هومولوجس كروموسوم، يعني في عندي تو نون هومولوجس كروموسومز بارت اوف ذيز نون هومولوجس ممكن تنتقل من الى، زي مثلا كروموسوم 2 وكروموسوم اللي هو 8، يعني شورت ارم بتاع الكروموسوم نمبر 2 والشورت ارم بتاع الكروموسوم نمبر 8 ممكن يصير لهم ترانسلوكيشن from one place to another، اللي في 8 يروح 2 و2 يروح على 8، هذا ممكن يحصل عندنا ريسيبريكال ترانسلوكيشن. ممكن يحصل عندي بين 3 و21 ترانسلوكيشن في منطقة ال Q31 أو Q21 between chromosome 3 and chromosome 21. إذا هذا الكلام ممكن يحصل عندنا، وممكن ما يلاحظش من ناحية اللي هو دراسة structure of the chromosome من ناحية karyotyping، ممكن يحتاج إلى investigation بشكل أو بآخر. قال لي هنا في عندنا breakage of at least two non-homologous chromosomes، طبعا أنا عندي 23 مثلا non-homologous، ممكن تحصل هذا الكلام كل حالة كل 500 حالة في البوبيوليشن. اوكي، ممكن يؤدي يكون هذا الكلام موجود في اللونج ارم زي ما احنا شايفين في كروموسوم 3 وكروموسوم 21 فور اكزامبل، هذا الامر ممكن يحصل عندنا. الريارينجمنت بتصير عندي في السوماتيك سيل كان ليد تو ذا فورميشن اوف كانسر. طبعا هون ايش قصدي بحكي انه بيتحدث على انه هذا ترانسلوكيشن ممكن يؤدي لكانسر، يعني مثلا سيرتن انزيم معين انتقل للوكيشن اخر صار له ترانسكريبشن الالوت قاعد جنب بروموتر معين، في امثله على هذا الجانب زي موضوع مثلا موضوع البيركتس لينفوما عفوا في سبيل المثال، او البيركتس لينفوما في ان البيركتس لينفوما في ان كمان مثال اكثر من مثال عندنا في السيتوميجالو كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا acute leukemia، هذا ممكن يحصل عندنا reciprocal translocation ويؤدي يصير في عندي كانسر نتيجة انتقال جزء مهم وتصار في اختلال في موضوع الاكتيفيتي بتاعت سواء كان كاينيزز او مثلا ريسبتور او جروت هرمون اند سو اون. عندنا
شيء آخر اسمه ريبرسوين ترانسلوكيشن. The translocation are much more common than reciprocal. تمام. Subsequent fusion of the long arms. يعني ممكن يحصل عندنا إنه أنا في عندي كروموسوم 21 وكروموسوم 14. والخاصية طبعا الكروموسومات اللي هي الأكروسنتريك كروموسوم، ممكن يصير عندنا إيش؟ attachment لمين؟ لونج ارم. يعني اللونج ارم بتاعت الكروموسوم 21 مع الكروموسوم 14 يصير لهم توجذر فيوجن، يصير في نوع من الكات للشورت ارم بشكل او باخر. هذا ممكن يحصل عندنا في هذا الجانب نتيجه اشكاليه في موضوع الديفيجن او موضوع الديسجنكشن بتاعت الكروموسومات. هذا الكلام ممكن احنا نلاحظه بشكل او باخر. هذا اللوس ممكن ما يكونش سيجنيفيكانت بشكل او باخر، بحكم انه كشورت ارم ممكن نوت سيجنيفيكانت جينز اكزيست، ومش قضيه بمعنى ياثر على موضوع كجين ذات دي ار سيجنيفيكانت في اللايف بتاعتنا. هذا الكلام ممكن يحصل عندنا في هذا الموضوع. نشوف الصوره عندنا هنا روبرتسونيان ترانسلوكيشن، زي ما شايفين عندنا هنا كروموسوم نمبر 14 كروموسوم نمبر 21 loss of the short arm. صار عندنا look like derivative new chromosome اللي هو بتشكل من 21 و 14 مع بعض. اوكي. Fusion of the long arm of two acrocentric chromosomes at the centromere with loss of both short arm. هذا الكلام بيحصل في الكروموسومات اللي acrocentric 13 14 15 21 و 22. طبعا لهم ريشيو ممكن يحصل في البوبيوليشن بهذه النسبة 1 ل 1000. ممكن يصير بين 13 14. ممكن يحصل عندنا بعض الأحيان تحس إنه النمبر أوف ذا كروموسوم صارت عندنا 45 نتيجة النص بتاعت اللي هو الشورت أرم. يعني إحنا هنا مثلا شورت أرم ما فيش عندي كروموسوم 14. كروموسوم 14 طبعا موجود، بس عندنا كروموسوم 21 أجا مع مين؟ مع 14. اوكي، بيحصل عندنا هذا الكلام، ويكون الخليه مثلا فيها كروموسوم 21 مع 14، والكروموسوم الثاني مثلا عندي انا 21. تمام، ولكن الخليه كان فيها اضافه كروموسوم، معناته حيكون في عندنا ممكن يكون زياده من الكروموسومز اللي حتجيني من اذرز. بعد ما يحصل عندي عمليه الفيرتلايزيشن between sperm and ova اللي عنده هذه المشكلة، أو sperm عنده هذا المشكل. فبتقول لي إنه not so clinical significant، ممكن تكون عندنا نتيجة هذا الأمر، لكن بعض الأحيان ممكن يكون عندنا significance في هذا الموضوع. في هنا مصطلح آخر اسمه inversion caused by two break of the chromosome with inversion of the segment and the insertion at the original site. Inversion carriers are at risk to produce unbalance of spring due to challenge in bearing at meiosis. على كل الانفيرجن ممكن يحصل نوع من الانفيرجن اللي هي عباره عن عمليه وكانه بتعمل نوع من التغير في البوزيشن بتاعت الباند. بمعنى في ان هناك نوعين من الانفيرجن، في عنا انفيرجن اسمه بيريسنتريك انفيرجن، وعنا انفيرجن اسمه بيريسنتريك انفيرجن، وعنا انفيرجن اسمه باراسنتريك انفيرجن. انفيرجن بيريسنتريك انه بصير في عنا السنتر داخل، بمعنى انه ممكن يحصل عندي على سبيل المثال لو طلعنا عنا هنا، اوكي، ممكن تكون عندي قطعة في الشورت ارم، تمام، موجودة عندي هنا، هذه القطعة أخذت بوزيشن هنا، أوكي، والقطعة اللي موجودة بوزيشن هنا في اللونج أرم راحت على منطقة الشورت أرم. هذا بسموه عبارة عن بيريسنتريك. الباراسنتريك انفيرجن، أوكي، طبعا هنا صار في يعني كان الموضوع عملية اكستشينج انفولد في منطقة السنترومير اريا، يعني صار عندي شورت مع لونج أرم. لكن في حالة الباراسنتريك انفيرجن انه بيحصل عندي انسايد ذا ارم، ممكن يعني مثلا عندي هذه A وهذه B
صار عندي انفيرجن، انه الاي صارت محل البوزيشن بتاعت البي، والبي صارت محل البوزيشن بتاعت ايش؟ بتاعت الاي. هذا الامر ممكن يحصل. اذا لما بيجي بقول انا عندي 46 اكس واي انفيرجن 10، لما بيجي بقول لي كيو 11.2 3 كيو 26.3، وكانه ما انا بحكي لي عن كيو، بحكي لي ايش؟ على كروموسوم 10، على الكيو، على اللونج ارم من اريا صارت في مكان اريا اخرى، وهل هم جرى بالنسبه لهذا الموضوع. الصوره هنا بتوضح الامر. خلينا نطلع عندي هنا بيريسنتريك وباراسنتريك. بيريسنتريك هي عندي هنا كروموسوم، صار في عنا روتيشن، وكأنه عندي هذه الاريا صارت عندي تحت، واللي تحت طبعا صارت عندي فوق بشكل او باخر. باراسنتريك زي ما ذكرنا كروموسوم لونج ارم تو بوزيشن، صار في تشينج في هذا البوزيشن. بريسنتريك انفيرجن انفولف think chromosome number 9 occur as a common. طبعا مثلا بيريسنتريك ممكن يحصل عندنا كلام، ستراكشر فيريانت ممكن يحصل عندنا وما يصيرش في عندي مشكله. ليش؟ لانه ما اجاش عندي هذا التشينج في البوزيشن على مناطق اثرت على الجين اكسبريشن بشكل او باخر، فمعناته الامور طبيعيه، ما فيش عندنا مشكله في هذا الموضوع. With an unbalanced karyotype with the percentage of 5 to 10% ممكن يحصل عندنا unbalance في هذا الموضوع، يكون في عندنا clinical significance. Although an inversion may interrupt the specific gene، طبعا may interrupt، وهذا الكلام ممكن يحصل عندنا في كروموسوم بشكل او باخر. Inversion 9 بين ال B وال Q. This inversion is generally considered to have no deleterious. The most common هنا طبعا no deleterious، لكن في عندنا ممكن يكون يعمل لي increase the problem miscarriage، لكن في عندنا other inversion ممكن يؤدي يصير عندي cancer من هذا الانفيرجن. طبعا ان شاء الله بالمحاضرات بالفصل الجاي بنتحدث عن البلاد كانسرز، تمام، حنلاحظ انه في عندنا كثير من الحالات النيو بليزيا شيل صار في اللي هو نوع من الترانسلوكيشن اللي مش صح، من ضمنهم الانفيرجن، وادى انه يحصل عندي اشكاليه على مستوى الكانسر. الان بالانس طبعا ديليشن، طبعا ديليشن عارفين ديليشن انه في عندي صار في نوع من الحذف caused by a break in the chromosome with the resultant loss of DNA loss of one or more gene. طبعا بيحصل هنا هابلو انسفيشنسي، تمام، بيحصل هنا هابلو ايش؟ انسفيشنسي، وهذا الهابلو انسفيشنسي صار نتيجه الديليشن اللي ممكن يحصل عندنا. هذا الديليشن قديش الحجم بتاعه ووين المكان بتاعه كله بيؤدي انه وين حيحصل عندي اللوس الموجود في الفانكشن بتاعت الجين. طبعا هنا عندنا مثلا على سبيل المثال ديليشن، من وين اجى الديليشن؟ زي ما انتم شايفين عندنا تو هومولوجس كروموسوم، ممكن يحصل عندهم ان ايكوال كروسنج اوفر، والان ايكوال كروسنج اوفر حيعمل لي تغير في البوزيشن بتاع الخلايا بتاع السيجمنت اوف ذا جين، وهذا ممكن يأثر على الكروموسومز بشكل او باخر، بيعتمد على اللوكيشن اللي حصل في الديليشن والانتقال من وان كروموسوم تو اذر وير ات لوكيت. طبعا هذا الديليشن ممكن يكون لارج، واحنا ممكن نشوفه من خلال السيتوجينيتيك، يعني من خلال عمليه الكاريوتايبنج. لو عندي مثلا كروموسوم صار فيه ديليشن بمعنى لونج ديليشن او لارج ديليشن، ممكن ياثر انه نقدر نشوفه على مستوى الكاريوتايبنج. اذا كان ديليشن كميه مثلا سيجمنت شورت، ممكن من خلال ساوترن بلوت تكنيكس هنحكي عنه في المولكيولر بيولوجي، انه من خلال بروب معين ممكن نحدد اذا صار في عندي لص او لا، او ممكن يصير في عندنا من خلال سيرتن ديليشن لسيرتن سيجمنت اوف جين او اكسونز، ممكن من خلال البي سي ار نقدر نعرف هذا الامر. اوكي، ممكن يكون عندي كيلو بيسز صار لهم ديليشن، ممكن نلاحظ.
في عندنا تكنيك اخر اسمه فيش ويد تارجت بروب، انه من خلال بروب نعمل هايبريدايزيشن من خلال الفلوريسنس، نقدر نقول انه صار عندي ديليشن او لا. هذه تكنيكس حنتحدث عنها ان شاء الله في الموليكولار تكنيكس، احنا ممكن نستفيد منها عشان نوضح اذا صار في عندي ديليشن او لا. عندي دوبليكيشن، ممكن يحصل عندنا نوع من دوبليكيشن. The presence of the piece of the chromosome into two copies an extra dose of gene، وكأنه انت اعطيتني more dose في الجين، وهذا الامر ممكن يحصل في عندنا مشكلة لو صار عندي increased number of the genes more than the expected، فمعناته حيعمل عملية product a lot، فهذا ممكن يؤدي إلى toxicity dysfunction abnormality. هذا كلام ممكن يأثر عندنا بشكل أو بآخر، وهذا الكلام ممكن يكون عندنا في الكروسنج اوفر ان ايكوال كروسنج اوفر. عندنا شيء اخر، ايز كروموسوم فورميشن از ا كروموسوم ذات هاز لوست وان اوف اتس ارم اند ريبليست ات ويز ان اكزاكت كوبي اوف ذا اذر ارم. يعني ايش اللي بصير عندنا هنا؟ انه بكون عندي انا الكروموسوم، احنا بنعرف بكون مثلا الديفيجن عندما الكروموسومات تنفصل عن بعضها بكون لونجيتودينال، بيحصل بعض الاحيان انه بكون هنا الانقسام مش لونجيتودينال از هوريزونتال، تمام، وكانه شورت ارم، راحت شورت ارم من الكروموسومز اللي هم الكروموسوم، لما بحكي على بحكي على ايز كروموسوم اللي هو تو هومولوجس كروموسوم. في الحالات عندما يحصل هذا الامر والشورت ارم تحدث من هذه الكروموسومز، ممكن يحصل انه تشتبك او ترتبط اللونج ارمز توجذر اوف ذا هومولوجس كروموسوم، يعطيني از اوان كروموسوم. هذا الكلام ممكن يحصل عندنا سواء كان في الاكس كروموسوم and for short arm of other chromosomes like number 12 18، اللي عندهم acrocentric. It is exist in 15% of all cases internal syndrome، ممكن نلاحظه في internal syndrome or tumor، ممكن يحصل في tumor. Most probably a cause is that the centromere is divided in the opposite plane from all of the other chromosomes transversely rather than longitudinally. بالضبط زي ما قلنا احنا في الوضع الطبيعي longitudinally، لكن بيحصل عندنا بعض الاحيان بكون ايش الترانسفيرس، وهذا امر ممكن يؤدي الى وجود ايزو كروموسومز. هذا الكلام طبعا نحن بنحكي ايزو يعني تو لونج ارم اوف ذا كروموسوم، مثلا 21 21 فور اكزامبل، فالشورت ارم بتروح نتيجه اللي هو الديفيجن جاي ترانسفيرس، وهذا الكلام ممكن يحصل عندنا لونج ارم مع لونج ارم من نفس الكروموسوم، ويحصل عند وجود حاجة اسمها ايزو كروموسوم. الرينج كروموسوم is a chromosome whose arm have fused together to form a ring. It is a multifactorial disorder caused by a combination of small variation in multiple genes that together predispose or cause a problem usually in conjunction with environment. يعني في عندنا هنا problem ممكن تحصل بشكل او باخر، بصير في عندنا نوع من الكت الايدجز بتاعت اللي هو الكروموسوم مناطق توليمر، وبصير في عندنا فورميشن اوف رينج. يعني الكروموسوم بدل ما يكون از لينير بصير عندي عباره عن سيركولار الكروموسوم، وهذا الكلام ممكن يحصل عند ناس في البيدياتريك بوبيوليشن 5% و60% اوفر اول بوبيوليشن. يعني مثلا ممكن يكون هذا الوضع موجود عندنا is a chromosome whose arm has fused together to form a ring. It is a multifactorial disorder. يعني disorder سببه عدة أسباب caused by a combination of small variation in multiple genes that together predispose or cause problem usually in conjunction with environmental. ممكن يكون environmental 5% of pediatric population، عند 5% من ال population و 60% من يعني عندهم مشاكل environmental من يعني نتيجة تعرض يعني with environmental
55% of pediatric population. يعني هذا حيأثر على 5% من البيدياتريك بوبوليشن نتيجة environmental problem، وش بشكل عام ممكن يأثر على 60% of overall population الموجودة عندنا. ممكن عفوا الجملة هذا مش سليمة. If the involved chromosomes are autosomal, if the involved chromosomes are autosomal, the clinical effect is usually very serious. يعني إذا كان عندنا وجود الرينج كروموسوم صار عندنا في الأوتوسومال كروموسومز، معناته ممكن يؤدي إلى مشاكل بشكل أو بآخر لها علاقة في موضوع الـ DNA من ناحية جين اكسبريشن، أو من ناحية طبعا عملية اللي هو الريبليكيشن بروسيس. في هنا بيحصل الكروموسوم رينج زي 13 و14 و15 ار اسوشيتد وذ منتال ريتارديشن، يعني الناس اللي عندهم رينج صار عندنا مشاكل على مستوى الجين اكسبريشن، واوجد انه صار عندي مشاكل منتال ريتارديشن او مشاكل على مستوى الفيشل فيتشر ممكن يحصل عندنا. هاي الصورة عندنا ايزو كروموسوم زي ما احنا شايفين، عندنا الديفيجن بيكون ترانسفيرس، فبصير عندنا لوس لهذا منطقة الشورت ارم، وكأنه تو كروموسومز توجذر هومولوجس كروموسوم، تمام، لونج ارم ود لونج ارم اوف ذا سيم كروموسوم. الرينج في هنا قلنا ديليشن في التبس ات بوت تبس، ديليشن في البوت تبس بتاعت الكروموسوم، يعني عندي كروموسوم صار في هنا ديليشن هنا وديليشن هنا، فممكن ادى انه يصير هنا الكروموسوم في عندنا مجال يعمل جوينينج ستيكي اند توجذر في هذا الموضوع، ممكن يحصل عندنا هذا الجانب. إذا وجود عندنا رينج، هيا بقول لي 46 إكس كروموسوم رينج، إنه الإكس كروموسوم صار في عنا اللي هو رينج فورميشن. النيوبلويدي زي ما ذكرنا في السابق إنه في عنا نمبرينج بروبلم، أوكي، ممكن يصير عندي إكسترا نمبر ليس نمبر 46. For example, 45 or 47 or 48. This is called a aneuploidy. وهذا الكلام ممكن يأثر على من يحصل عند الناس من 3-4% of all clinical recognized pregnancy. في حالة pregnancy ممكن يصير عندنا هذا الأمر موجود في 3-4% من pregnancy اللي فيهم مشاكل، إنه ممكن يحصل عندنا aneuploidy. The most common mechanism of aneuploidy is non-disjunction. أهم شيء في موضوع النيوبلويدي سببه اللي هو نون ديسجنكشن، هذا اللي بيحصل عندنا في موضوع الميوسيس نمبر 1. نون ديسجنكشن has been associated with aberration in the frequency of the placement or pole. Frequency or placement or pole. نون ديسجنكشن انه في عندنا إشكالية في الفريكوانسي اوف بليسمنت اور بوت، في عمليه الازاحه بتاعه اللي هو الكروموسوم من اللوكيشن بتاعها، عندنا مشاكل على مستوى التوبيولز في عمليه الريكومباينيشن في الميوسيس 1 خاصه، تمام، ممكن يؤدي انه يحصل عندنا هذا الامر. زي ما احنا شايفين عندنا في الصورة non disjunction انه two chromosomes go together، تمام، وهذا الأدر سواء كان عندي اوفا او سبيرم موجود عندنا empty من ناحية هذا الكروموسوم، فهذا لو صار عندي fertilization هنا معناته حيحصل عندنا اللي هو اشكالية في number of the chromosome. non disjunction
إذن الكلاسيكال لاند ديسجنكشن هو عبارة عن فيلير في الكروموسوم ايدر او فيلير اوف كروموسومز، ممكن يكون واحد من الكروموسومز اور تو بير في عنده مشكلة اور تو ريكومباين بروبرلي اور بوت، يا اما يحصل عملية اللي هو ازدواجية في مشكلة في التو كروموسومز تمام، او في عملية اللي هي الريكومباينيشن اللي ممكن تكون بين تو كروموسومز، وهذا الكلام له علاقة في طبيعة المكونات الموجودة عندي في اللي هو النيوكلياس من ناحية توبيولز من ناحية توبيلينز أو إشكالية طبعا ممكن تحصل من خلال السبندل الموجودة عندي في النيوكلياس أو في السيتوبلازم عفوا سبندل فورميشن. Another mechanism involved premature separation of sister chromatid، ممكن يحصل زي ما ذكرنا يعني عملية إعادة بس في الميوسيس 1 أو في الميوسيس 2، في عندنا مشكلة في عملية السيبريشن يعني في عندنا نون ديسجنكشن، فمعنى صار في عندي سيجريجيشن لأوسيست with certain number of chromosome rather than others تمام، وهذا حيأدي إنه ممكن يحصل عندنا بولار بادي، إنه أدى إنه بصير بعض الأحيان بيزود من موضوع البولار باديز في وجود انبالانسد جميل، هاي من ضمن الظاهرة يعني اللي احنا ممكن نلاحظها في هذا الجانب. Another mechanism involved premature separation of sister chromatids. Premature separation of sister chromatids. في عنا two sister chromatids طبعا. Two sister chromatids ما بصيرلهم مش separation very well. سواء كان في meiosis 1 meiosis 2. Separated chromatids may by chance segregate to oocyst. هذه chromatids segregate to oocyst. Or to polar body. يعني يا اما يروحوا على البولار body او يروحوا على الاوسيست اللي هيحصل لها يعني تكون ماتشور في فور الفيرتلايزيشن، فعلى جميع الاوجه حيحصل عندنا بشكل عام ان بالانس جميد فورميشن. نون ديسجنكشن كان اوكير ات تو سكسسفول ميوسيس ديفيجن اور باي تشانس ان بوت ميل اند فيميل، اكستريملي رير اكسبت فور السكس كروموسوم. نون ديسجنكشن كان اوكير ان ميتوتيك ديفيجن افتر زايجوت فورميشن، ممكن يحصل عندنا هذا الامر من خلال يحصل لنا موزايكزم، وهون الكلام بيحصل لنا ممكن يحصل لنا هناك الامور نورمال في السبيرم نورمال في الاوفا، لكن بعد الزايجوت فورميشن حصل لنا نون ديسجنكشن او بمعنى اصح موزايكزم في احدى الخلايا في الديفيجن، فاضطر انه يحصل عندي مشاكل بشكل عام، وهذا الكلام ممكن يكون عندنا موجود في المالجنسي. نون ديسجنكشن كان اوكير ان ميوس 1 طبعا و 2، هذا الكلام نفسه بشكل عام. من ضمن الأمثلة في موضوع النمبرينج في النيو بلويدي عندنا داون سيندروم، ترايسومي 21، عندنا باتكوس سيندروم، ترايسومي 13، عندنا إدوارد سيندروم، ترايسومي 18، كروموسوم نمبر 18، كلاين فلتر، إكسترا إكس كروموسوم، تيرنر سيندروم، ليكينج أوف إكس كروموسوم، نمبر راح يكون عندي واطي 45. تريبل اكس سيندروم، اكسترا اكس كروموسوم او اكس واي واي، ممكن يحصل عندنا هذا الامر موجود. ان شاء الله ننهي هنا، والمرة القادمة بنكمل في محاضرة اخرى. السلام عليكم.